قيد حرية في الديور والذي يقول لنا يوسف راكم ما تخرجوش على برا وانه سيوجد في المستقبل واحد المجموعه ديال الحقائق الاخرى. السي اليماني الحكومه اخلوش خاص مجموعه من الاجراءات تقول بان لتخفيف من الاثار تاع الغلاء، بالنسبه لكم انتم واش الاجراءات يعني كانت فاعله ولا تلقى الاجراءات حبر على ورا؟ اعتقد اجراءات ماشي جديده خذتها حكومه سابقه واكثر من هاد الاجراءات هادو، ولكن كلها اجراءات اللي كتصب بالدرجه الاولى الى حمايه اصحاب الحكومه اللي هما المستثمرين الكبار في جميع المجالات، وعلى راسها اللي كانت كتوجه علينا الحكومه الاجراء اللي دارته ديال الدعم ديال النقل. الاشاره الاولى مشات للجامعه ديال الكونفدراليه ديال ارباب العمل المتعلقه بالنقل، بالاضافه لمجموعه ديال الاجراءات اخرى. حينما نتحدث عن الكهرباء، الدعم ديال الكهرباء يعني نعرفوا بانه 70% ديال الانتاج الكهربائي ينتجه القطاع الخاص في اطار اتفاقيات اللي مطروحه عليه، راه الناس محققين ارباح مهمه في القطاع ديال الكهرباء رغم الغلاء، لانه الحكومه كتفرض التعتيره والتسعيره والخصص الاخر او الفاقد، فكيديه المواطن من خلال هذا الدعم اللي كيتسحب من الميزانيات من وقت لاخر. الحكومه عطات الدعم للطيران الخطوط الملكيه بجوج المليار ديال الدرهم، نطرح السؤال من يركب الطائره ومن يسافر في الطائره. اذا مجموعه ديال الاجراءات كلها اللي كتبجح بها الحكومه اعتقد فهي خدمه للراس مال بالدرجه الاولى، ولكن طبقات الهشه والغالبيه ديال المجتمع المغربي فهو خارج السياق وخارج الاهتمام ديال الحكومه الى حدود الساعه.